مرحبا، هذه المحاضرة تتعلق حول حساب الحجم والمساحة الكلية للمكعب ومتوازي السطوح المستطيلة، الصندوق نستطيع أن نسميه. المثال الأول، احسب حجم المكعب. المكعب هو الشكل الذي لديه نفس الأضلاع أو الأضلاع متساوية 4 سنتيمتر في هذا المثال. الحل، الحجم هو مساحة القاعدة في الارتفاع، وهنا لدينا القاعدة هي هذا المربع في الأسفل ومساحته اكتب بالحرف ستور ب ضرب حرف اتش. لحساب مساحة القاعدة هي 4 ضرب 4 ضرب الارتفاع هو أيضا 4 سنتيمتر. نلاحظ أنه أول 4 ضرب 4 هي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، فالنتيجة تكون 64 سنتيمتر 3. ناخذ المثال، نستمر مع نفس المكعب، وهنا سنحسب المساحة الكلية، مساحة المكعب. المكعب يتكون من 6 أوجه متساوية، وكل وجه هو عبارة عن مربع. المربع الواحد مساحته 4، لأن كل سنتيمتر ضرب 4 سنتيمتر، فتكون النتيجة 16 سنتيمتر مربع سنتيمتر. والمساحة الكلية لكل المكعب هو 6 أوجه ضرب 16، وتكون النتيجة 96 سنتيمتر مربع. المثال الثاني، احسب حجم هذا الصندوق. لحساب حجم هذا الصندوق نحسبه مساحة القاعدة في الارتفاع. هنا لدينا القاعدة هي هذا المستطيل الذي طوله 10 سنتيمتر وعرضه 6. نكتبها بالحروف، الحجم يساوي باسنجونجر هيدن، مساحة القاعدة في الارتفاع. لحساب مساحة القاعدة نأخذ الطول في العرض، وهي 10 ضرب 6 ويساوي 60 سنتيمتر 2. لحساب الحجم نأخذ مساحة القاعدة 60 ضرب الارتفاع 3، فالنتيجة تكون 180 سنتيمتر 3، وهو الحجم. نستمر مع نفس هذا الصندوق لحساب المساحة الكلية. لحساب المساحة الكلية هي مجموع مساحة كل الأوجه 6. نلاحظ أن هذا الصندوق يتكون من 6 أوجه. الوجه الأول نستطيع أن نسميه A، ومساحته هي 10 ضرب 3 تساوي 30 سنتيمتر فوق. والوجه الثاني هو B، ونلاحظ أن مساحته هي 10 ضرب 6 ويساوي 60 سنتيمتر فوق. والوجه الصغير هو C، ومساحته هي 6 ضرب 3 وتساوي 18 سنتيمتر 2. لحساب المساحة الكلية نلاحظ أن لدينا وجهين A، 2A، ولدينا 2B و2C، وعليه نجمع 2A زائد 2B زائد 2C فنحصل على هذه المساحة، 2 ضرب 30 زائد 2 ضرب 60 زائد 2 ضرب 18، فتكون النتيجة 60 زائد 120 زائد 36، والنتيجة تكون 216 سنتيمتر 2، وهي المساحة الكلية. وشكراً.